إلى هذا الموعد الإخبارية الموجزة. حققت الخطوط التونسية خلال شهر جان في 23/2000 تطورا في عدد المسافرين بلغ 165,734 راكبا، أي بارتفاع بنسبة 42% مقارنة بشهر جان في 22/2000، حيث وصل عددهم 116,711 مسافرا، وبنسبة 116.4% مقارنة بجان في 21/2000، حيث بلغ عدد الركاب 765,082 مسافر. كما تمكنت الشركة خلال شهر جان في المنقضي من تحقيق رقم معدلات بقيمة 80.242 مليون دينار، وتسجيل تطور ملحوظ على مستوى نسبة التعبئة إجمالا بلغت 72.9% مقارنة ب 70.6% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، بزيادة تقدر بحوالي 2.3 نقاط. وفيما يتعلق بمؤشرات النشاط التجاري لأسواق الخطوط التونسية الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي ومن حيث الحركة المنتظمة خلال شهر جان في 23/2000، سجلت الدول الأوروبية التي تستأثر بحركة نقل الركاب بلغ 68% عدد مسافرين يناهز 112,781 راكب، وأمريكا الشمالية ب 3175 مسافرا، والبلدان المغربية والأفريقية 30,634 مسافر، ودول الشرق الأوسط التي تستأثر بحركة نقل الركاب بنسبة 11.6% عدد المسافرين بلغ 191,044 راكب. أشرف وزير التربية محمد علي البغديري اليوم الجمعة 3 من فيفريال الجاري على جلسة عمل مع الشركاء الفنيين والماليين للوزارة للنظر في آفاق التعاون في تنفيذ المشاريع التربوية المبرمجة ضمن المخطط القطاعي للتربية 23/2025/2020. وتم خلال هذه الجلسة عرض لمختلف المشاريع والبرامج المنجزة والتي هي بصدد الإنجاز في مختلف المجالات التربوية بهدف تحديد خطة عمل لمواصلة المساندة الفنية والمالية للإسراع في تنفيذ هذه المشاريع. تراجعت موجودات تونس الصافية من العملة الأجنبية إلى 96 يوم توريد لتبلغ نحو 22.1 مليار دينار يوم الثاني من فيفريال الجاري، مقابل 131 يوم توريد 23.3 مليار دينار في نفس التاريخ من السنة المنقضية، وذلك وفقا لبيانات نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة. وأشار الخبير الاقتصادي عز الدين السعيدان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى أن بلوغ مستوى 96 يوم من التوريد يبعث على الانشغال، ذلك أن السقف الأدنى المسموح به لاحتياطي العملة الأجنبية هو 90 يوم توريد لتلبية حاجيات البلاد من المواد الأساسية المتمثلة في الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. وأوضح سعدان أن انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى أقل من المستوى المسموح به والمحدد بـ90 يوم توريد يعني أن البلاد قد تواجه صعوبات في سداد ديونها، وأكد وجود 5 مصادر يمكن من خلالها تعبية الاحتياطي من العملة الصعبة، وأولها الصادرات التي تتطور بنسق أقل من الواردات، مما عمق العجز التجاري للبلاد ليبلغ مستوى قياسي بقيمة 25.2 مليار دينار سنة 22/2000، ويتمثل ثانيها في السياحة التي ارتفعت عائداتها سنة 22/2000 بنسبة 83% مقارنة بسنة 21/2000 لتستقر في حدود 4.2 مليار دينار، إلا أنها تبقى متواضعة فيما تعتبر تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج المصدر الثالث لتعزيز احتياطي العملة الأجنبية التي تخطط قيمتها 8 مليارات دينار سنة 22/2000 وفق تعبيرها. نهاية الموعد الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.